يو عسلام، مرحبا بكم الناس الكل. كالعاده في فيديو جديد، دونك باش نكملوا من بعضنا نسولفيو بروبليمات مسيري نتاعنا ليت سولف توغيدر. وقبل ما نقدموا البروبليم تاع اليوم كالعاده باش نعملوا نفس الحكايه، باش نعملوا الفيلينغ تاع الداتا تاع البروبليم اللي قبله. دونك نتعداو للنكست سيكشن ونبداو مع بعضنا الفيلينغ تاع الداتا. سو البروبليم اللي حليناها اخر مره كان اسمه جرافيتي فليب. دونك باش نفليو الداتا مع بعضنا. بالنسبه لل داتا متاع البروبليم اللي خدمناها المرة اللي فاتت هي جرافيتي فليب. به بالنسبة للجرافيتي فليب حليناها على أول مرة، دونك AC سميت كاوت، دونك AC means accepted. فما 2 منت ولنا 2 ولنا 1 ولنا 0. أما تاو باش نزيدو الشيفر اللي بعد الفيرجول. به كل هذا شيفر بعد الفيرجول لازمنا نحلو كالكوليتر ونعملو 100/60 باش نطلعو في الريتيو، خاطر هو بين 100 ولا ماهوش على 60 سكوندا، مي من زيرو للمية. دونك لازمنا نعملو ترانسفورماسيون للنمبر. باهي دونك عنا ريدينغ تايم فاصل 16 باش نضربوها في 1.6 تطلع 26.6. دونك هذايا باش يكون بوان 27. باهي تو نعملو هاك في يظلي 47 باه 46. دونك 76 دونك تولي 77 باه 76. والاخرانية هي 1.22. دونك 1.22 نعملو هاك 1.29 مش 22. باه اللي هي تطلع 48. ومانيش نعمل رونديسمون على خاطر ديجا 48.3. دونك ردو لهنا 48. دونك لوفرول توتال تايم تاعنا هنا كان 6.52 مش 52 سكوندا، مي 52 بين الصفر والمية باش نراجعهم بسكوندات. دونك نعملو 52.06 دونك تطلع 31 سكوند. باهي البروبلم ليفل I guess it was 3 by yourself yes gravity flip I guess it was implementation fail and working. باه دونك لو بروبليم نتاع اليوم اللي باش نحلوها مع بعضنا هي سان بيتيا اند سترينغز. دونك نتعداو للسيكسيون وين باش نقراو مع بعضنا البروبليم. اما قبل ما نتعداو للسيكسيون هذيا دونك نخلي لكم الفرصة كان فما شكون يحب يقرا البروبليم وحده، سينو طبعا مع بعض. سو رجعنا مع بعضنا وباش نبداو نقراو البروبليم. دونك ليتس جيت تو ذا بروبليم. باه البروبليم باش نقراوها اليوم اسمها بيتيا اند سترينغز. بيتيا لافز بريزنتس. اوكي لافز بريزنتس. اي ثوت بيتيا از ا جيرل. His mom bought him two strings of the same size for his birthday. The strings consist of uppercase and lowercase Latin letters. Now Petya wants to compare those two strings lexicographically. Okay? The letters case doesn't matter. Does not matter. That is an uppercase letter is considered equivalent to the corresponding lowercase letter. But help Petya perform the comparison. Each of the first two lines contains a but string. The string length range from 1 to 100 inclusive. It's granted that the strings are of the same length and also consists of uppercase and lowercase Latin letters. Beh. Output, the first string is less
then the second string, the second one print minus one. If the second string is less than the first one, print one. If the strings are equal, print zero. Note that the letters case is not taken into consideration when the strings are compared. Beh, don't come on reading time. Shtadde ule thinking time. Shtadde ule fum l-problem l-analizi u shumon matlu. Beh. So, ana jisidi bin sidik sajid dhe tfull esmu Petja jihab barxa l-kaduit. Beh. Donk omu shret lu botem. Ah, jebetlu. Jebetlu. Bot. Le, beh, mish brot. But شريت له زوز strings عندهم نفس السايز نفس التايم تاعهم قد للعدم اللي دم تاعه دونك لشين دو كاركتير هذوما فيهم مخلط معناها lower case و upper case letters ماهي Latin letters voilà دونك يعني جوست الفابي فرنسي ولا انجلي ولا اللي هو باهي بيتيا يحب يكومباريهم lexicographically beh the letters the letter case معناها اسكو ماجيسكول ولا مانيسكول مينيسكول doesn't matter بالنسبة لي معناها إذا كان A ماجيسكول ولا A ماجيسكول ولا مينيسكول باش تكون نفسها عندها same number of points I guess beh Petya performed the comparison دونك باش نعاونو باش يعمل الكومباريزون هذيا زوز لينيويت اللي بشاتي همنا as input فيهم زوز strings كل string بون زوز strings عندهم the same length دونك بش يكونوا زادة بين الواحد والمية به دونك نجم يكون في واحد برك كما نجم في مية كما نجم يكون أنا أي عدد بينات قال لك كون متأكد انه strings اللي بشاتيهم بش يكونوا عندهم نفس التايب بالضبط دونك هذه حاجة مكش باش تستيها باهي فوالا وباش يكون فيه lower case و upper case يعني دي لتر ماجيسكول و دي لتر مينيسكول باهي دونك المطلوب منا شنو باش نعملو كومباريزون تاع الحروف هذوما نورمال الفابيتيكمون لوردر كرواسون باهي نجمو نحنا نعملو حاجة و نكليكيو على هذه خاطر فما بعض ساعات كي تكليكي عليها يعطيك ما خلاش معناها الترم هذاك اما لكسيكو graphically on principle it means مرتبة alphabetically فوالا من الا حتى للزي يس دونك نحن باش نخرجو كان السترينغ الاولاني اصغر من السترينغ الاولاني نخرجو ماينس 1 واذا كان السترينغ الثاني اصغر يعني اذا كان الاولاني اصغر خرجو موان 1 واذا كان الاولاني اكبر شخرجوا أ وإذا كان الأخراني مع إذا كانوا قد بيتو باش نخرجوا زيرو به كيفاش باش تصير الكومباريزون دونك فما حاجات نحب نركز فيهم هنا باش نفهم أكثر البروبليم به دونك في الكاية هذه عطانا شين فيها أربع معناها حروف كلها consists of letter A و بيان سور باش تعطي نفس نفس العدد معناها نفس الاوردر خاطر بلوتو نفس الريزلتا اتس ايكوال خاطر معناها اللتر ماجسكول ولا مينيسكول مش بدا حاجه باهي بعد عندنا اي بي اس و اي بي زي بيان سور زي هي باش تكون اكبر اون برانسيب دونك الاولى ليس دونك ليس خذيت موانزا باهي هب نشوف ك وين ب هب نشوف ك وين نجمو نعملو كومباريزون صغيرة تا يبداو فما مثلا ناشني اي بي سي دي والاخر مناش اي بي دي سي بلوز او موا معناها فما نفس الليترز اما مقلوبين شنو ينجم يعطي هذه هي الحاجة الكا الوحيدة اللي ما عندي عليها حتى فكرة ب سي دي اي اي اف اف جي اف دونك ب دونك اي جيس عندي فكرة لهنا
باش نجربوها نستعديو ديريكتومون الكودينغ تايم. هذاك هو اي جيس المطلوب منا من البروبليم. دونك عندي فكره نحب نجربها واذا كان معناها ما مشيتش الفكره نتاعي صحيحه ويل اكسبلين فورذر ان ذا كودينغ تايم. دونك let's go to the next section and start the coding time. Sino, before we go, دونك كالعادة عندكم little break. بالنسبة لشكون يحب يجرب يكودي سوليسيون وحده على حسب ما فهم البروبليم على شنو تحكي. دونك here you go, you can now pause وتبداو كودي وحدكم. باهي نتعداو نبداو نكوديو السوليسيون نتاعنا. دونك اوكي
دونك السوليسيون بتاعتنا تعدد صحيحة، مش تعديو للنكست بارت وير وي انالايز اند اكسبلين ماي سوليوشن. دونك سي يو ان ذا نكست سيكشن. سو مش نحاولو نفسرو السوليوشن مع بعضنا باهي. دونك فيرست اوف اول عملت ديكلاراسيون تاع تو سترينغز اللي باش نقراوهم هما اي ام بي اللي هو باش يكون في ستار الاول في ستار الثاني. بعد عملنا ديكلاراسيون تاع فالور بوليان. الفالور هذيا باش نعمل بها باش نستعملها ليتر تو كي نختلها نفسرها علاش بالضبط. باهي قرينا لي دو شين دو كاركتير. بعد باش نتعدى نبدا نعمل في كومباريزون بالحرف بالحرف. باهي الفكره اللي جاتني ومعناها قعدت نخمم اسكو صحيحه ولا لا. هو صحيح قلنا لكسيكو جرافيكلي معناها ان اوردر لكسيكو جرافيكلي. اللي قعدت نخمم فيه اسكو باش نعملو كومباريزون لكسيكو جرافيكلي. باه ليت سي عندنا اي بي ما نعرفش يعني اي بي زي باهي وعندنا لتر اخرى معنا سترينغز اخرين اللي هما اي سي سي. باه كي نجي نقارنو الاي باش نقاوهم كيف كيف من بعد اي بي باش نقاو بي سي البي سي دونك عندنا سي اكبر. فهمت الفكرة متاعي باش توقف في حد انه لقى سي اكبر دونك ما يكملش يكمباري الباقي الكل. سي بون ديجا باش نوصلها باش نزيدو نفسرو اون ديتاي. اللي كنت خايف منه شنو هو انه بويسكو هذي عندها سي اخرى دونك هذوك باش يمثلو بوينت دونك هذي من بعد سي وهذي من بعد زي دونك اذا كان باش نمشيو بالفكرة متاع البوينت دونك باش تقلب العملية باش تولي هذي اقل من هذي. هذيك الحاجة الوحيدة اللي كنت خايف منها مي ثانكفولي انه الايديا اللي مشيت فيها مش صحيح معناها من الاول هذيك صحيح. باهي سو عملت كومباريزون بويسكو نحنا دازنت ماتر تو اس اف اتس ابر كيس ولا لور كيس دونك الكل حطيته تو ابر. ينجم عابد مثلا يقول لي نحب نخدم تو لور و معناها ينجم ما فماش حتى فرق. باهي دونك جوست عملت لهم كومباريزون اذا كانهم اتس نوت ذا سيم ليتر بشوف كان هذي اكبر من هذي دونك نحط حاجه اذا كان العكس نحط حاجه اخرى. باه من الاول حبيت نستوري الفالور هذيا في نمبر سي ما فما شكون اذا كان نركز في الكودينغ تايم تلقاني معناها يلقاني هذوما حبيت نافكتيها طول عملنا افكتاسيون لهنا فهمت. اما مالوريزمون ما تعديتش الافكتاسيون في وسط الايف اير نو واي كانت خرج لي في امتي سترينغ دونك ميسالش جاوزناها الحكايه ردينا معناها الافكتاسيون تاع السي تصير في وسط الايف وكا في وسط السكوب نتاع الايف. باهي دونك لنا اذا كان لقينا الفالور نتاع الاي دو اي والبي دو اي معناها نفس البوزيسيون نفس الاندكس نتاع الشين دو كاركتير اذا كان اللتر ماهيش نفسها دونك وقتها باش نعمل الكومباريزون انا هي الاكبر كان اللي على الاولى اكبر من الثاني باش تخرج ان واذا كان الثاني اكبر من الاولى باش تخرج موز ان. سينو اذا كان كملنا الشين الكل ما لقيناش وحده اكبر من وحده دونك اوتوماتيكمون باش تخرج زيرو وهذيك هي الفكره نتاعنا. دونك نتعداو للاوترو تو لنا كنا وصلنا لاخر الفيديو كيما شفنا مع بعضنا معناها سولفينا البروبليم نتاع اليوم اللي هي اسمها بيتيا اند سترينغز. ما نعرفش اذا كان السوليوشن نتاعي كانت نفس التفكير متاعكم انتوما ولا عندكم another idea دونك I'm expecting you اذا كان فما حاجة مش واضحة في الـ idea متاعي to comment below تقولوا لي شنو اللي مش واضح نحلو معناها نحكيو فيهم شوية نحاولو نفسرو شنية الفكرة اذا كان فما حاجة مش واضحة. سينو if you came up with another solution I'm excited to know your solutions خاطر after all معناها نجم نتعلم منكم وتتعلموا مني ونتعلموا الناس الكل من بعضنا ونعملوا برشا حاجات مزيانين. باهي ما نوصيكمش يا جماعه على الفيدباك نستنى في فيدباك منكم على الاخر خاطر I'm trying my best to improve my content. I'm not personally I'm not satisfied with the content but I'm trying my best to improve the content. So ماذا بيا على الاخر نسمع الفيدباك نتاعكم اذا كان فما حاجات ما عجبوكمش في الفيديو دونك قولوا لنا باش نحاولوا نحسنوها. سينو سي يو ان ذا نيكست فيديو. Peace.